السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم 19/9/2021 في مصر. كيلو اللحم المجمد هندي بسعر 55 جنيه، كيلو اللحم السوداني المبرد بسعر 90 جنيه، كيلو اللحم المجمد البرازيلي القطع بسعر 65 جنيه. اللحوم المجمدة المفروم وزن 500 جرام بسعر 32.5 جنيه، كفتة مجمدة 400 جرام سيخ بسعر 30 جنيه، برجر 400 جرام ب30 جنيه، السجق المجمد 400 جرام ب30 جنيه. شفاكم الله وعافاكم، شكرا لكم. مشتركش في القناة، من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.